السلام عليكم صديقتي أصدقائي. تقاسموا هذه التجربة على أساس ما تطيحوش فيها. كاين في إحدى الحقول أو الضيعات، لاحظوا كاين شجرة الليمون، مباشرة من بعد جوج المتر كاين شجرة الأفوكادو، بالإضافة للأعشاب ضارة، بالإضافة للأخطاء ديال الغبار البلدي ما موضوعش بشكل صحيح، بالإضافة للمحصول داخل الضيعة، ان هذا المحصول كيف ما قلت انه كيسبب مشاكل. اذا خاصنا نتفاداو هاد المشاكل هذه، حاولوا ما تطيحوش فيها المزارعين والمزارعات، وشكرا. اذا الحل هنايا خصنا نحيدوا الشجره ديال الليمون ونبقيو فقط على الافوكادو. شكرا لكم والى اللقاء.